جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا سائل يقول: إذا زرت المسجد النبوي فهل السنة تكرار السلام على النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل السنة تكرار السلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما يكرر السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تسلم عليه أول ما تقدم. إذا قدمت من سفر تصلي في المسجد ركعتين، المسجد النبوي، تحية المسجد، ثم تذهب وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، ويكفي هذا ولا تكرر. إن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يكررون السلام على النبي كل ما دخلوا، لأنه نهاهم عن ذلك، قال: لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا، ومعنى ذلك لا تكرروا التردد عليه والاجتماع عنده. وإنما إذا قدم الإنسان من سفر يسلم على الرسول مرة واحدة وعلى صاحبه، ويكفي هذا. نعم.